سامي؟ عيون سامي. شو هاد؟ شو هاد؟ قميصك. شو؟ ريحته برفان. ايه شو الغريب بالموضوع؟ الغريب انه البرفان نسوان. شو هالحكي هاد؟ هاتي شو؟ فعلا برفان نسواني. منين جاب؟ انت قلي ياسمين كبري عليك شبكي. ريحة البرفان هاي انا كتير بعرفها منيح بس ما عم اتذكر وين شاممتها. ايه بسيطة فوتي شمي برفاناتك بتتذكري وين شاممتيها. حافظاني برفاناتي كتير منيح. هذا البرفان مو من برفاناتي. ياسمين انتي يبدو جاب عليك تشتغلي فيه. الله يوفقك عندي شغل. هلا لا تهبل علي. هلا بدي اعرف ريحة البرفان النسواني منين اجت على القميص. وانتي لا تضوجي وتسمعي الجيران. عملك فوتي شمي برفاناتك بعدين ممكن دائب شي حدا مسلم على شي حدا. خلصنا بقى عندي شغل. يا حبيبي كل ما بحاول اطلع من هالقصة بيجيني شي بورطني. لك يلا لولو عجلي شوي. لما بستقدري حكيني ضروري. إيه لما كيفك؟ ياسر جنبك؟ يعني شو هالذكاء؟ لو كان قريب كنت لقيتني عم بحكي معك بس ليك واقف برا يعني بأي لحظة ممكن يفوت إلي. اسمعي شو بدي لك. ياسمين شمت ريحة البرفان تبعك على القميص اللي كنت لابسه آخر مرة عندك. إيه وشو يعني؟ يعني لابقى تحطي من هذا البارفان لأنه ياسمين قالت إنه هي شاممته بس ما عم تعرف وين ما عم تتذكر. أنا بقى تحطي منه بخاف تكبر القصة وما عدنا حسين لما. طيب ماشي خلص يلا مثل ما بدك باي.